السؤال الثاني، ها ايوه، الوقت صوت المرأة على شاشة التلفاز عورة ولا مش عورة؟ نعم، صوت المرأة على شاشة التلفاز عورة ولا مش عورة؟ إن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صوت المرأة عورة. أنت كده تكذب على الرسول. هل الرسول قال كده؟ سمعت الرسول أو قرأت أن رسول الله قال صوت المرأة عورة؟ ما وردتش؟ ما قالش الرسول، لم يقل الرسول صوت المرأة عورة، ما اتقالتش يعني. ما اتقالتش. لا بل إن هي كانت امرأة تأذي جيرانها بلسانها فهي في النار. اللي دخل هذا في ذاك الآن، أنت الآن تسأل عن صوت المرأة. صوت المرأة، صوت المرأة الأفضل صيانته، لكن إن تكلمت من وراء حجاب جاز ذلك. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. السلام عليكم.